كادو اليوم برشا كادوات افيك الهواوي اليوم مره اخرى ما نبيعوش نعطيكم توا الميكرو افيك على بركه الله نفتتح هذه الابواب وهذا المحل على بركه الله مع اكيد ماهر الخضراوي اللي باش يعطيكم كلمه الافتتاح. مرحبا بكم الناس الكل، اليوم عندنا ستور جديد باش نحلوه في بنزرت، باش يكون متوفر برشا تكنولوجيات جديدة معناتها من شركة هواوي اللي هي معناتها البارتنير اوفيسيال نتاع خضراوي في بنزرت، باش يكون عندكم برشا حاجات جديدة، برشا منتوجات، عندكم ما تتفرجوا، عندكم ما تشوفوا، ومرحبا بالناس الكل. بالطبيعة مع بعد القناة، بعد القناة تجيكم إلى بنزرت وتحديدا في هذا الفضاء مع الهواوي مع كيفن. So, I was speaking English, I'm sorry, but I want to speak French and Arabic. So, thank you everyone, thank you for coming here. And today is the official grand opening day for the Huawei Xperia Store in Zurich. And I'm very happy to be here with all of you guys. مرحبا بكم الناس الكل، أنا فرحان برشا بوجودي معكم اليوم في الهواوي اكسبيرينس ستور بتاع بنزرت، وفرحان برشا إنكم موجودين معنا في الأوفر سيتي. And today is a big day for us. And first of all, I want to express my special thanks to our Mr. Hadraoui, our valuable partner, and also all our Huawei which have the contribution to open this store. نحب نشكر بصفة خاصة سمير الخضراوي شريكنا اللي موجود معنا اليوم، وإحنا فرحانين برشا بالشراكة معه وبوجودنا معه اليوم. And recently we have launched many devices like Y70, Band 7, Watch Face 2, and also Y90 will be launched. I hope all these devices can have the good performance in our new Huawei Xperia Store. واليوم افتتاح هذا يتزامن مع عديد الاطلاقات المنتجات نتاعنا، من بينهم هاتف نوفا ايكريك 70 وباند 7 اللي هي الموجودة، وعلى قريب ان شاء الله باش نلونسيو منتوج جديد اللي هو هاتف نوفا ايكريك 7. And you know, for Huawei Xperia Store is always the best place for you to experience any Huawei device technologies. And I hope in the future, if you have any demand of any devices, come here, try by yourself. المكان هذا الهواوي اكسبيرينس ستور هو احسن مكان نجرب فيه منتجات هواوي، وان شاء الله في المستقبل كل ما تكونوا تحبوا تجيو تشوفوا منتجات هواوي تجيو للمكان هذا، لانه احسن مكان تجيو تجربوا فيه منتجات هواوي. وشكرا جزيلا لكم. بالطبيعة قبل بداية أكيد افتتاح المحل نشكر الصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة في بنزرت اللي جاوا حضرنا كلهم، نشكر كل الضيوف، نشكر حتى بالطبيعة الأصدقاء ماهر خاصة في العمل، لي سبورنيسور، كل لي زانفيتي اللي جاوا حضرنا توا، نشكر مدام هالة الويدي سبقة لي خضراوي. Her name is Green Man. خضراوي Green Man. Okay. بين نمشي وتوا على بركة الله باش نقصوا القصة هذه هي افتتاح الباب. Avec 20 secondes. باش نمشي. 10 secondes. ثانية ماهر. برافو نستنوا بعضنا avec le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, بوتيك هواوي بلانشا.
واحدة أخرى. عادي جبعتين في الشمور دمت عادي 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 خويلي بيامنين الخباب يسيرني من الشرطة بنزلت مرة أخرى يعطيكم الصحة على الحضور ديكم على فيتا سيون هدية شلب الهواوي يتواصل في بنزلت مع المبيعات ومع المسؤول في حال ككل مرة ككل عام ككل سيزون تخرج حاجة جديدة هواوي توجوك بيانك موجودة بالسوق التونسي ميرسي هواوي ميرسي فرنش اوف فيزات Thank you.